كابتن ايمن رمادي المدير الفني لنادي سيراميكا. كابتن ايمن مساء الخير. مساء النور يا كابتن، اهلا وسهلا يا كابتن، ازي حضرتك؟ وحشنا يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ وانت كمان والله يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك كابتن. كل مصر يا كابتن بتتساءل الاختلاف الشديد ما بين الاداء في الشوط الاول امام النادي الاهلي اللي قلنا في الاستوديو ان سيراميكا بيعمل عظمه في عالم كره القدم، عن الشوط الثاني الريمونتادا اللي عملها النادي الاهلي والروعه اللي النادي الاهلي قدمها. والله شوف، احنا طبعا بالعكس يعني احنا عارفين اللي حصل كويس، واحنا الحقيقه الحمد لله رب العالمين واضعين ايدنا على الجرح. يعني الجرح كان عميق، لان احنا بنبدا بسم الله الرحمن الرحيم الشوط الاولاني في كره السنتر، في اقل من 20 ثانيه جا فينا الجون الثالث. كنا استقبلنا الجون الثاني في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضايع من فاول، واعتقد ان احنا كنا مسيطرين سيطرة تامة يعني في الشوط الاولاني. لكن الجون اللي جاء في بداية السنتر ده عمل صدمة كبيرة جدا جدا للعيبة. برضو عشان نكون محق يعني، في اوقات بتحصل ظروف في المباريات كده بتبقى عامل مساعد كبير جدا ان هي تقلب يمكن تقلب الاداء، تقلب النتيجه. من ضمن الظروف دي ان انت فعلا النادي الاهلي احرز الهدف الثالث من السنتر، ودي على فكره عيب عندنا برضو. يعني مش عايز اخفي الموضوع واقول ان احنا عندنا برضو مشكله ذهنيه. مشكله ذهنيه دي الحقيقه لازم تتعالج، ولازم اول ناس يعالجوها الجهاز الفني والجهاز الاداري، لان المشكله الذهنيه دي انا اعرف اسبابها جيدا. لكن الحقيقه مش وقت الكلام دلوقتي، نحتاج بس ان احنا نركز شويه ويبقى عندنا ثبات ذهني عالي جدا. النهارده يا كابتن سيف، يعني في العالم كله، انا يمكن مش عايز بس ادخل في تفاصيل علميه قوي، لكن انت بتشوف الجهاز اللي بيتحط فوق الراس كده كان محطوط عند الكابتن محمد صلاح مع ليفربول في التيست ده، بيقيس الاشعه الكهرومغناطيسيه اللي بتصدر من المخ. الاشعه الكهرومغناطيسيه اللي بتصدر من المخ دي هي الحاله الذهنيه المثلى للاعب. فاللاعب لما يتعرض لظروف قبل المباراه او بتاع، بس تلاقيه في بدايه الشوط، في بدايه المباراه، في حاجات كده صغيره، ممكن يفقد يفقد التركيز شوية. وده اللي حصل، ان احنا فقدنا التركيز في 20 ثانية زي ما حصل في السوبر بالظبط. نحتاج لان احنا نقاوم الموضوع، ونحتاج لان احنا نشتغل نخلي اللعيبة صافية ذهنيا، لان اعتقد ان اسبوع المباراة شوية ما كانش فيه صفاء ذهني واحنا المسؤولين عنها. وانا اكيد هعالجها الفترة اللي جاية، لان احنا محتاجين فعلا ان فرقتنا تكتمل الصورة بأداء قوي وأداء حلو، وكمان بنتيجة. تسمح لي يا كابتن، بتظهر الحالة الذهنية كمان لما اللاعب يبقى منفرد بحارس المرمى، لما اللاعب بيدخل في موقف شديد الحساسية. يمكن أنا لو قلت لك إن إحنا رحنا ثلاث انفرادات صريحة في الشوط الأول. لا، أنا كنت في الاستوديو يا كابتن، ده احنا يعني ادينا سيراميكا الشوط الأول حقه تماما. أيوه. السؤال يا كابتن اللي الناس بتسأله على السوشيال ميديا أكتر بتتكلم عليه، يعني إيه اللي ممكن يخلي لاعب بيلعب في سيراميكا، لاعب كبير، عقده كبير، بيلعب في نادي مستقر ماديا، أرقام مادية جيدة، أول ماتش في الدوري، إيه اللي ممكن يخلي فكره مش حاضر؟ الحقيقة أنا هستأذنك، يعني هعتذر عن الإجابة عن هذا السؤال، لأن في حاجات كتيرة لازم تتعالج في غرف مغلقة. فأنا الحقيقة يعني حابب إن أنا يعني أعالج الموضوع مع فرقتي طبعا. وأنا كنت عارف يا كابتن سيف، أنا بحترمك جدا، لأن أنت مش بتدور على الإثارة، أنت راجل موضوعي جدا. وعلى فكرة أنا بحب جدا هدوءك وموضوعيتك، وأنت ما بتحبش إثارة. ده من ذوق حضرتك. لكن أنا بأمانة شديدة في أخطاء، لا في أخطاء، ولازم الأخطاء دي تتعالج. والآن، الآن يعني الآن مش بكرة يعني. هل الأخطاء دي شراكة ما بين حضرتك واللاعبين والجزء الإداري؟
شوف او اللاعبين الاداره. اللاعبين لو تحملوا لا يتحملوا اكتر من 20%، والباقي والباقي فين؟ والباقي عندنا والاداره لابد ان احنا نبقى عندنا لحظه صدق مع النفس ونشوف ايه اللي ممكن يخلي اللعيبه دي تخرج عن شعورها. وعلى فكره مش معنى ذلك، احنا نادينا نادي محترم ونادي متميز، وانا اعتقد ان هم وعوا الدرس جيدا، واعتقد ان احنا كلامنا هيبقى مسموع الفتره اللي جايه. لان بص، لا يصح الا الصحيح، ما فيش حاجه اسمها بص، او احيانا كثيره في ناس تقول لك احنا متعودين على كده. طب ما ممكن العادات دي تبقى خاطئه يعني. المهم يعني عايز اقول لك انا الرساله كده وصلت يا كابتن. عايز اقول لك ان انا بالنسبه لي عندي اخطاء. انا بالعكس اتمنى ان الكل يقعد معايا يقول لي انت عندك اخطاء كذا كذا كذا. يعني انا بسعد جدا لما حد يقول لي شويه اهتم بالحاله الدفاعيه، شويه اهتم بكذا. بالعكس، انا مش رسول ولا مسيح بتنزل عليا رساله من السماء. انا انسان بشر بشتغل، ولازم الشغل يبقى فيه اخطاء، ولازم الاخطاء تتصوب. لكن في نفس الوقت عايز اقول لك برضه على حاجه غريبه جدا. احنا الشوط الاولاني يمكن ما سمحناش ابدا للنادي الاهلي انه يدخل ال 18 بتاعنا الا حالات معدوده جدا جدا. صح. ما هو ده نفس الفريق. صح. ونفس الحاله الدفاعيه ونفس عمليه الضغط. في بعض الناس بقى قالت ايه، ان الحقيقه انا بسمع كلام غريب جدا، ان عشان هم مارسوا ضغط كبير فتعبوا. طب احنا تعبنا في اول كره في الشوط الثاني؟ يعني احنا لسه نازلين بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللاعبين لسه مرتاحه. واخده فتره راح اول كوره في الشوط الثاني. فالحقيقه دي لا، مش هي دي. لو الكلام صحيح هقول لك الكلام صحيح. لا، انا عندي سؤال، ممكن انا عندي سؤال عايز من حضرتك اجابه، ممكن يكون صحيح ولا لا يا كابتن، لان انت ادرى واحد بالحته دي. هل لعيبه سيراميكا في المباراه دي يا كابتن ما كانوش عندهم قناعات ان ممكن يكسبوا الاهلي؟ بالعكس، انا عايز اقول لك على حاجه. احنا لعبنا بشجاعه مش هجوميه كمان، حتى دفاعيه. احنا كنا بنضغط في كل اجزاء الملعب بعدد كبير جدا من اللعيبه. صح. احنا مارسنا كميه ضغط. انا عايز اقول لك ان انا قابلت يعني انا بحب لعيبه الاهلي والزمالك في حاجه عايز اصححها بس يا كابتن سيف. اتفضل. انا مستحيل اطلع اقول طب ما الزمالك اتغلب 5، طب ما الاهلي مستحيل. لان الفرق دي اكبر مني، وانا مستحيل، لان برضك بعض الكلام اتقال على لساني. انا مستحيل اقول على فريق زي الزمالك بقيمته او الاهلي بقيمته طب ما هو كمان. لا، انا بقول انا ليا فرقتي فقط. صح. انا عندي اخطاء، الاخطاء لازم اعالجها. والاخطاء دي لو احنا عايزين نعمل كره قدم فيها احترافيه، الاخطاء دي لازم نقعد في غرف مغلقه وتتناقش. ولو كان الجزء الاداري في خلل لازم يتناقش بشفافيه. طب عايز اسال حضرتك سؤال يا كابتن، لان انا برضو يعني عندي ثقه في حضرتك كبيره قوي في الحته دي. حضرتك داخل اللقاء وعارف ان الاسباب الاداريه دي ممكن تؤثر على اللاعبين، يعني حضرتك داخل الماتش وحضرتك. أيوه. لان انا من السوبر في بعض الحاجات كده كانت لازم تتصوب. تمام. انا الحقيقه فشلت في تصويبها من المعسكر. وطبعا انا بالنسبه لي بالعكس، شوف انا عايز اقول لك على حاجه، نادي سيراميكا نادي نموذجي، في ناس محترمه جدا طبعا تقدر تشتغل بصوره محترفه جدا. لكن الخطا وارد. فاحنا اخطانا في اعداد الفريق، ولازم الخطا ده يتصوب حالا ومش بكره يعني. حالا ومش بكره طبعا. يعني اعتقد شوف العمليه حازمه. بص يا كابتن سيف، انا عايز اقول لك على حاجه. انا اشتغلت 27 سنه في الامارات. وما ادراك ما الامارات، صعب جدا الا الاجانب اللي يقعد ممكن وقت طويل هناك. فانا عارف يعني ايه ان انت تختار الكلمات في اوقات معينه. وانا الحقيقه لما بتكلم الكلام ده بهمس في اذان كل اصدقائي،
يا جماعه لازم نصوب الموضوع. شركاء حضرتك يعني، مش اصدقائك، شركاء. شركاء بالعكس، شركائي. مفهوم. وعلى فكره، على فكره هم قايمين بعمل احسن مني. طب مفهوم. ولو انا عندي خطا بالعكس لازم اعدله. انت حضرتك عايز تقول ان مرهولي. عايز تقول حضرتك ان ممكن تكون القرارات دي الاداره ما كانش ليها رؤيه ان ممكن تاثر بالشكل ده، وحضرتك قلت، فدلوقتي المشهد مختلف لانها اثرت بالفعل. اثرت، لا وعلى فكره وانا انا انا كنت عندي شعور، لان الحاله كانت الحاله الذهنيه كانت مستحيل هتستقيم لمده شوطين، كانت تبقى صعبه جدا على اللاعب. لان اللاعب مر بظروف يعني غير احترافيه في الاسبوع المباراه يعني. الظروف الوحيده اللي ممكن تشتت لاعب هي الظروف الماديه، واعفي حضرتك من الرد. لا هو ممكن تكون ظروف تنظيميه مش لازم ماديه بس. يعني ممكن تكون ظروف، وممكن تكون ظروف يعني مثلا انا في احيانا كثيره يعني، انا مره وكانوا بيتكلموا ان ايمن اوقات بيدقق على التفاصيل وفي ناس بتزعل مني يعني. انا مره في الفندق زعلت وعملت مشكله عشان ما كانش فيه يعني حاجه للعيبه، كان الجو ساعتها درجه الحراره 7 وما كانش فيه غطاء كافي للعيبه، فقلت لهم ده ما ينفعش، اللاعب مش هيقدر يلعب المباراه. فالتفاصيل دي تفاصيل لازم الناس تنتبه لها، حتى لو حاجه ماديه او تنظيميه انا هحتفظ بيها لنفسي، لان انا متاكد ان هم هيحلوا الموضوع، لان هم يهمهم ان فريقهم يروح لبعيد. وانا اعتقد ان الكل شاف ان ممكن سيراميكا بمزيد من التنظيم والترتيب انه يروح لبعيد. طبعا في بعض المدربين يا كابتن في بعض اللقاءات يقول انا بالليل حلمت باللقاء، او معظم المدربين الكبار اللي زي حضرتك يقول لك انا بتخيل سيناريوهات كتير، بقعد احلم لو حصل كده، طب لو حصل كده، طب لو حصل كده. هل السيناريو بتاع الشوط الثاني ده ممكن يكون جه في دماغ حضرتك او حلمت بيه؟ لا شوف، انا السيناريو بتاع ان فريقنا يكون فاقد التركيز في جزء من المباراه ده انا كنت يعني ايه متوقعه، وكنت عارف ان فريقنا هيبقى عنده رده فعل قويه، فده حصل في الشوط الاولاني، وجه فينا الجون في الدقيقه الثالثه برضه نفس مباراه السوبر، وبعدين امتلكنا اللعب والامور مشيت طبيعيه جدا. لا مش طبيعيه، ده احسن من الطبيعيه كمان. وبعدين اللي ما تخيلتوش بقى ابدا ان هو اول يعني اخر كوره من فاول غريب يضرب فينا ويدخل جون، اخر كوره في الشوط الاولاني واول كره في الشوط الثاني في الثانيه يمكن 15 ولا 17 من السنتر بتاع النادي الاهلي يحرز منه هدف. فده السيناريو ده طبعا يعني صعب ان حد يتخيله، لكن كنت متوقع ان احنا نتاخر ونتعادل. وانا دايما اقول لهم المباريات ما بتخلصش الطلقه زي حاجه بتطلع من الطبانجه يعني. المباريات 90 دقيقه، لو جبت جون لازم تحافظ على سيستم لعبك، ولو دخل في الجون لازم تحافظ على سيستم لعبك. فالعمليه يعني ايه، في حاجات ما بتبقاش بتبقى قدريه 100%، زي حكايه زي ما بقول لحضرتك ان احنا جبنا جون في اول كوره في السنتر، فدي بتبقى حاجه صعب ان انت ترسمها في السيناريو، وخصوصا ان انت تبقى متاخر بهدفين يعني. عشان كده الشوط الثاني كان وحش قوي، كان من الاشواط الضعيفه جدا لينا، لان اللعيب بعد الضغوطات الذهنيه اللي كانت على دماغه انهار تقريبا بعد الجون الثالث يعني. بقت العمليه صعبه. بس يا كابتن سيف، باكد لحضرتك ان انا بكن كل تقدير واحترام للاهلي وللزمالك وللاسماعيلي وللمصري ولكل الانديه المصريه، ومستحيل ان انا اطلع اقول طب ما ده كمان اتغلب 5، طب ما ده، لا لا ماليش انا في الكلام اللي هو في لف ودوران ده. انا ليا فرقتي، انا اتغلبت واتغلبت بنتيجه كبيره، وانا اعلنت مسؤوليتي عن الهزيمه، لكن في الغرف المغلقه الكل لازم يعلم ان الكل مسؤول. طيب هاخد حضرتك في حته، لان انت واحد من الناس اللي الحقيقه بثق فيها جدا في الرؤيه الاداريه القرويه، ودي نقطة مهمة جدا. رأي حضرتك في الأحداث التحكيمية خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا، شايف حضرتك المشهد ازاي؟ شوف، احنا عندنا مشكلة. أنا كنت بدأت أقول إن احنا وجدنا ضالتنا في الحل، يعني أنا فرحت جدا لما كابتن محمد أنا آسف جدا والله إبراهيم نور حكم الدوري إبراهيم نور كابتن إبراهيم نور الدين جه عمل محاضرات للعيبة عن تعديل القوانين والحاجات دي، وشعرت ان هم ممكن يروحوا. الموضوع يا كابتن سيف احنا محتاجين شوية نساعد الحكام في حاجة واحدة بس،
اولا انا هعترض بكره على الحكم، وبعد بكره هنعترض، وبعد، ودي طبيعه كره القدم، لكن لازم نساعدهم في اليه اعدادهم. انتوا شايفين ان اعداد الحكام بالشكل اللي احنا بنعمله ده طبيعي؟ الناس النهارده بتسافر وبتحتك وبتعمل معسكرات خارجيه ومعسكرات داخليه، فمش عايزين برضو نظلم الحكام، لان احنا الحقيقه عاطلين لهم اقل القليل في اعدادهم. يعني انا شايف ان احنا محتاجين تطوير الحكام باليه وبرؤيه من اتحاد الكوره فعلا فعلا يصرف على الحكام، لان الحكام انت بتعمل قضاء الحاجات اللي خاصه بكره القدم اللي هي العنصر الاقوى في كره القدم. لو اتطور عندك هيطور لك اللعبه، صح، لان اولا هيخلي عدد دقائق اللعب اطول، صح، بدل ما الحكم دايما تب 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 صفاره صفاره صفاره. فدايما الحاجات اللي هي، انا مش عايز اظلم الحكام، الحكام بتوعنا مظلومين، الاعداد بتاعهم لا يتناسب ابدا مع قيمه وقدره مصر الهائله في ان احنا دايما كنا بنصدر التحكيم لبره اعتقد ان الحكام مظلومين. انا الحقيقه الاشتباك اللي ممكن يحصل ما بين لجان وبعض والحاجات دي ده امر طبيعي، طالما اختفى السيستم والنظام واللوائح والعداله. لازم يبقى في عداله، لازم يبقى في عداله في مساواه الجميع. يعني ما اجيش انا النهارده احب واكره، لان خلي بالك حتى في الانديه لو انت النهارده مثلا رئيس نادي وبتحبه وتكره، تاكد ان فرقتك هتبوظ. لو انت النهارده مشرف على فريق بتحبه وتكره، تاكد ان فرقتك هتبوظ. يا بالك بقى انت لما تكون على راس الهرم بتاع كره القدم، لازم تكون عندك عداله ومساواه ما بين الجميع، وعشان لما تيجي تحكم تكون حكم عدل. يعني بشكرك كابتن ايمن، واتمنى لحضرتك التوفيق ان شاء الله باذن الله، والسيراميكا ان شاء الله في اللي جاي. شكرا جزيلا كابتن ايمن الرمادي.